شنطة ثير شكولي هاي. السلام عليكم شباب وصبايا، شلونكم اخباركم؟ اليوم بدنا نعمل مقلب. هذا علي تبو لا يجي عمر. اليوم بدنا نعمل مقلب بعمر اسطوري. مثل ما شفتم باخر فيديو لما رحنا جبنا اغراض المدرسة، عمر ما جاب شنطة. ليش؟ عندهم شنطات من السنة الماضية ولساتها جديدة، لذلك قالوا بابا ما بدنا شنطات، شنطاتنا جديدة. يمكن بس عموري راح نجيب له شنطة لان سحابه انشخت شخت. وانا وعدته اثناءها اني اجيب له شنطة خرافية، يعني عرفتم، مشان يسكت. فنحن اليوم بدنا نعمل بي، لا يجي بس يجي قولوا لي، بدنا نعمل بي مقلب بالشنطة. راح نجيب له شنطة سفر، شنطة سفر يعني على الأساس، على أساس شنطة المدرسة، تمام. وبدنا نظل معاه لآخر نفس إلا نشوف إيش يصير معاه، تمام. حطوا لايك وعلقوا واشتركوا ومشوا، خلونا نروح شوف عمر شكون يصير بي. بوري أخيرا جبنا لك شنطتك يلي تستناها من سنين، بس غمض عيونك، غمض عيونك وراح تجي. هاي صار لك يوم جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. شكون رأيك؟ شو هاي؟ لا والله هاي شنطة مدرسة. ايه تبع مدرسة هاي. شو؟ إذا بدك شنطة سفر، لك شكون شنطة سفر؟ فيك تاخذ معك فلوس. هاي تفتحها هيك، ها؟ وفيك انك تسافر فيها وتسحب فيها الهاي. تسحب فيها بده يروح على البيت تبعك وتاخذه معك. افتحها 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 وغادي. هاي لازم يكون فيها شايف؟ حطوها مثلا مثلا لانش بوكس. حطوا السندويشات الزعتر والكيك. لا تحط ميرة مثلا، مستحيل. وين ما تساق عم علوش يساق. تعال علوش، تحط علوش تاخذه معك على المدرسة. والله بتجنن. انا مكانه كان احد توروح. مالح روح، مالح روح. تفكر لك رمزة؟ صدق هاي جنن. ترى بابا انا مكانه كان اخذ توروح على المدرسة. هاي ميرة شو اعمل لها؟ بعدين هاي تعرف شكون من جاتها؟ بابا هاي تظل معك في الجامعة. جامعة تخيل يا الجامعة والله مش حظي. بتعرف شو؟ جامعة فيه يقعد عليا ويروح يمشي. هيك تعمل حطها وتسبح بيها. بس من جوعت. وتقدر توظفها لأولادك. أولادك يا ولا أولادك. أولادك يا قول له هذا ما أنا هاي من ذهب. هاي من ذهب. ما تروح على المدرسة. من ذهب هاي. ما تروح. شوف على المشتعل وقعد بيها. اوه تشوفه شلون يسوي. تعال ها شوف مثلا تحط علي ها وتنومه تضرب راسه ها نوم علوش بيها نام ها وتسكر عليها. وين وين فجينا انا عمر فجينا انا شوي رح لا ما يبكى عمر مشان هاي الامور. وين صاحي يا خيو بدك شيء؟ شوف اذا بتساعد انا بس انت من اذا انت قعدت بيها شو تحط الكتب؟ الكتب هي بتشحطك؟ ايه يلا شيلها هاي طبيعي الانسان لانه يلا شيلها وروح هاي علوش بعد بس شوف ان شاء الله تكون على الكتاب. زبطوا له الكتب زبطوا له بابا 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 قوم شوي بس خليه يركب علي فرجيه جمال تبع لما يقعد. مو علي يركب وما يركب، بس هاي هي خلاص هو يفكر انه قام انت تفكرنا قام نمزح ها؟ بس مو مزح. شو بدك انت؟ مو مزح. بالليل بدنا نروح نجيب لك شنطة هيك والله بيفتحها ويروح على المدرسة. شو تعال خلاص بعدين هاي تعرف شكون بيها ميزات ثانية؟ هاي بعد المدرسة مثلا تشتغل شغل اضافي تفتح عليها بسطة فرافيش بسطة كباب تفتحها وتفتح عليها. بعدين ترقص هاي شوف ترقص هات تشوف شوف ها شوف واحد اثنين ثلاثة ويي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 ي
عن جد لكن شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ خذها شبيه قاعدت والله كثير حلوة.
عندي ها عجبت ميرا وعجبت كلش ما عجبت بس انا ما عجبت. لوين بسطة تفتح لك بسطة بسطة. بابا كمان بس رجع ما عندي ايدين بيقعدون. ايه تفضل طاولة. والله انا بجياء. ليك يعني. يا بدك باخذ حالة وبدون ماما. شلون ترى تشيل كتبك من دون شيء؟ كسرها ترى ها هذا كسرها. كسرها مشان الله كسرها. لا ما كسرها دير بالك هاي شنطة اخوك. شيلوا لابا شيلوا ليه ما عاجبتنا؟ ليه ما عاجبتك يعني شو الشيء ما عاجبك؟ يعني بابا حط اللون الذهب كثير. طيب خذ شنطة كوكي وضيع هاي الشنطة مرسوم عليها ورد وقلوب. هلا والله هاي ليه؟ شو انت عملت؟ انت شكارك انت؟ انت شكارك بالموضوع انت؟ يلا يا ابني قوم شيل امك. والله الا الاولاد اللي بصفوا الحيط عليا. والله لح يصير يقول يا ريتني انا هالجاي هاي السنه. بابا مرة تختار على ايش؟ على يوم بلش المطلب ياخذ مفعوله عشان تعال شوف شو شبيك؟ ما عجبتنا الشنطة خلص روح. وعادي جربها انت يوم يومين يعني لا تثقل عرفت؟ والله هاي شنطة. هاي شنطة ثير شكولي هاي؟ هاي شنطة سفر بدي اسافر يعني انا. شنطة مدرسة هاي بس ما حد يدري بيها الا انت اصلا هاي راح تعملك ترند بالمدرسة شوف شلون منك صدق الا تعملك ترند. يلا قوم خذها وروح. وكل الله يا حجي. يا اخي شو شو بيعجبك العجب يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شو نعمل يعني؟ شوف اللي ما عندهم شنطة خلص روح خذها وروح على المدرسة شو بدنا نعمل؟ خلاص اريد نقول لك شغلة. لحظة. ايه صحيح الشغل الميز. بعدين لها هاي ضوة زينب. لها ضوة زينة بالليل اذا تطلع مثلا او تطلع ابو جاك طالب يضوي له ضوية زينب ليش؟ لا خيو خلاص انت اذا بدك خذها. لا ما ارجع اخذها قام نمزح معك. من نبيك مقلب جبت لك شنطة اسطورية طول بالك بس انت عادي مو فورا تبكبك على ايش فورا تتبكبك؟ كأنه شكون عاملني ها؟ اجى حتى علي تاير يضيق ها شايف حتى علوشه جاك. يلا قوم هات الشنطه الحقيقيه تبع عمر وحاليا هالمره المفاجاه الحقيقيه شنطه عموري. ترى لا جاهز 1 2 3 هاي هي شنطتك الحقيقيه. شلون حلوه؟ طبعا هو عمر ما يحب الحبشكلات والرسمات وكذا يحبها ساده شغل كبار يعني لذلك جبنا له اياها بهالشكل. شلون مشي حالك؟ ايه خلاص تمام بس والله هذيك احلى يعني هذيك كانت احلى ترى ها الله يرضى عليك هذيك احلى هاي اللي يوقف عليها علوش لا هذاك تقول قام يخطب خطاب جمهوري بابا شو رايك اعطي شنطاي لعمر وانا اخذ هاي؟ لا انطيها هذا بدك بدك ليش؟ لا مستحيل هاي خليها بس انت تسافر على اوفا طبعا هون رح نخطب الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وباي باي.